والله لا معلش، أنا لم ألحظ أنه تراجع دورها، العكس، ربما هناك نقص في المعلومة. ما تقوم به الجمعية لم يصل إلى قطاع واسع من الشعب الجزائري، وإلا عمل والله لا أقول مزايدة وإنما أقول هذا الكلام حقيقة، عمل جهد جبار تقوم به شعب في بعض الولايات، جهد يشكرون عليه. وإنما كما قلت في الكلمة في الندوة الصحفية أنه فيه تقصير في الجانب الإعلامي لإيصال هذا الجهد لعامة الناس، وحتى نحفزهم هم أيضا للانضمام إلى هذا المسار، لنتعاون جميعا على بناء بلدنا وصيانة شبابنا وشاباتنا وأسرنا، وهذه مسؤولية الجميع.